ستة عطور زكية وجميلة يعشقها الرجال. كلنا كنبغيو نشريو واحد العطر او كنبغيو نهديو واحد العطر لواحد الشخص عزيز علينا، سواء بنت كتبغي تشريه للصديق ديالها في واحد المناسبة، عيد ميلاد او مناسبة خاصة، النجاح او غير ذلك. وكنحيرو ما تنعرفوش النوع ديال العطر اللي غادي نشريو. اليوم جبت لكم 6 ديال الانواع ديال العطر. قبل ما نبدا الموضوع غادي نخلي لكم انستغرام ديالي لتحت باش اللي بغى يتواصل معايا ويشوف الصور. مرحبا بالجميع. الا كنتي اول مره غادي تشوف القناه ديالي، كندعوك للاشتراك في القناه ديالي وتفعل الجرس باش فين ما نلوح شي فيديو جديد توصل به انت الاول. غادي نحاول نقلوح لكم كل اسبوع 2 ديال الفيديوهات ديال الموضه والاناقه ديال الرجل. اذا 6 عطور تعشقها المراه قبل الرجل. هي عطور ديال الرجل ولكن كتير انتباه ديال جميع النساء. كيف ما كتشوفوا النوع الاول دوتشي ايغابانا بوغوم، النوع الثاني هو لاكوست، وما ادراك ما لاكوست. النوع الثالث هو ارماني سترونجر ويث يو، شي حاجه اللي خطيره وخطيره جدا. جون بول جولتي، هذا هو النوع الرابع. غادي نقدم لكم كل واحد واحد بواحد. بولغاري مان ان بلاك، شي حاجه اللي هي. النوع السادس اغوا دي جيو بروفومو، خطير. المهم انا رتبت كل نوع بوحديته، رتبتهم من 6 لواحد بحكم التجربه ديالي، حيت كلهم زوينين، كل واحد عنده واحد الدور ديالو. نبداو بدوتشي غابانا. دوتشي غابانا خطير. دوتشي غابانا يمكن لك تستعملو يوميا وما كيبرزط حتى شي واحد. تستعملو في المكان الضيق اثناء العمل ديالك. البرتقال في واحد شويه ديال الليمون، السيجار، هاد المكونات ملي كتخلط كل مره كيبقى يعطيك واحد الريحه مختلفه. ماشي كنقول السيجار زعما تصيبغ واحد الريحه ديال التبغ اللي كاريها، نو بالعكس، واحد الريحه اللي جميله كل مره كيعطيك واحد الرائحه. المهم هذا هو العطر اللي غادي نكلاسيه انا في المرتبه السادسه. كيعجبني كنستعملو مره وكنتمنى انتم تستعملوه وتعطيوني الراي ديالكم فيه. العطر الثاني هو لاكوست. لاكوست يا سلام بارد. هاد لاكوست هادي بامكانك تستعملها فصل الشتاء، الصيف، الخريف، المهم طول السنه، حيت الرائحه ديالو ما قويهش بزاف وجميل لواحد الدرجه اللي ما غاديش تصوروا. والاستعمالات ديالو انسان ممكن يستعملو في غرفه النوم ملي يبغي ينعس، ينعس، هذا هو الاستعمال. تستعملو مع الزوجة ديالك، المهم انت حر، ديرو فوق ما بغيتي، ولكن أهم الاستعمالات باش تبروبي شي وتستغلو في هاد المناسبات هادي. جميل لواحد الدرجة اللي ما تتصور، في واحد الرائحة اللي أنا كيخليني اللي دايخ وحق الله، كيخليني زعما اللي ديما كان بصراحة كنكون غير كنبغي نعس أنا بوحديتي ولا شي حاجة، بغيتي تحس براسك امير ولا شي حاجه في داك الليله وفي داك اللحظه. دير هادي، دير وحده هنايا ودير وحده هنايا، صافي. هذا غادي نكلاسيه في المرتبه الخامسه. جادوغ، انا كنحماق على هذا، عرفتي، سوبر، كيخلي لك واحد الريحه اللي بارده وزوينه بزاف. ندوزو العطر الرابع، سترونجر ويث يو ارماني، هذا واعر زاز. آه
هذا واعر، هذا واعر بزاف. هذا الاستعمالات ديالو سترونجر ويث يو ارماني. النصيحه اللي غادي نقدمها بالنسبه للاشخاص اللي تيكميو ممكن يستعملوا هذا، كيخبي لهم واحد شويه ديال الريحه ديال الكارو اللي كتكون فيها، اللي كتكون فيهم واعر. وممكن يستعملوه بشكل يومي حتى هو، ولكن غير في فصل الشتاء حيت المفعول ديالو والنسبه ديال الزيوت اللي فيه قويه وكثيره بزاف، تيخلي واحد الرائحه اللي واعره واعره بزاف. كنتمنى تجربوه، واللي كيجرب فيه ولا اللي كيستعملو بامكانه يخلي لي التعليق ديالو حتى هو ويقول لي كيفاش كيجي. المركز الثالث جون بول غولتيه. هاد الريحه هادي لا بغيتي تبروفوكي شي فتاة ما عليك غير دير هذا. العذاب هذا، السلام هذا. في الحقيقه اول مره استعملته خلاني ديما كنشري، استعملته واحد المده، هذا راه عنده واحد المده اللي كثير، راه خرج سنوات، ولكن الجوده اللي فيه واحد الجوده اللي هائله ورائعه. كنتمنى من الشباب تشريو هذا جون بول غولتيه، جربوه اللي عنده واحد المفعول. بالنسبه اللي باغي يغازل شي فتاه بلا ما تهضر معها، غير دير ليها هذا البارفان هذا، راه غادي تخليها هي تبدا تقلب عليك، والاشخاص اللي غادي يكونوا من حولك غادي يبقاو يقلبوا عليك. شي حاجه اللي واعره هذه، زاز بزاف، انا كتعجبني، كنحب انا نستعمل هذا. وفيه فيه مازال كاينين واحد جوج ديال الانواع، غادي نجيب لكم في الفيديوهات القادمه ان شاء الله، غادي نجيب لكم جوج ديال الانواع اللي كاينين. هذا استعمالات ديالو بشكل يومي، المده تقريبا 4 ديال الساعات كدوم، واحد جوج مترو، جوج مترو ولا جوج مترو ونص كتم دايز، كتخلي البصمه ديالك وكتخلي الناس تلتف من حولها وتشوف شكون هذا الشخص اللي خلى هذه الريحه. كيف ما قلت لكم، الا بغيتي تبروفوكي شي بنت ما عليك غير بهذا، هاد الرائحه هذه او هاد العطر هذا جون بول غولتيه، شي حاجه اللي خطيره وخطيره بزاف. ندوزو للعطر الثاني اللي كلاسيته انا في المرتبه الثانيه، البولغاري مان ان بلاك. هذا اللي شي حاجه دنجورو كيف ما كنقول انا، خطيره حتى هي وخطيره بزاف. هذا فوقاش امكانك تستعمله، هدف الميعاد الرومانسي شي عشاء مع الزوجه ديالك او الصديقه ديالك بالليل، كتخلي الاثار او الرائحه ديالك في داك المكان اللي كتمشي ليه نتايا. هذا كتعشقوا النساء لواحد الدرجه جنونيه. مان ان بلاك، واو جدوخ، انا كيحمقني بعد هذا. في واحد الريحه اللي ما غاديش نقدر نوصفها لكم الصراحه. فاش كندير هذا جميع الاشخاص كيسولوني كيقولوا لي منين شريتيه، وبعض الاشخاص كيقولوا اجي اجي شمو خالد، شوفوا هذه الريحه اللي فيه كيفاش دايره. كتجيني الحشمه ما نكذبش عليكم، ولكن كنحس بواحد الثقه في النفس ديالي زايده، حيت انا جايب واحد الحاجه اللي قليله. الثمن ديالو رخيص، الاثمنه هنا الثمن ديالو تقريبا واحد 55 60 ديال الاورو بحال هكا، شي 550 درهم. النصيحه اللي غادي نقول لكم او المساله اللي غادي نقول لكم، ما كايناش شي ريحه اللي قل من 300 درهم وكتعطي المفعول ديالها. جميع الشباب الا باغي تشري ريحه زوينه خص من 400 درهم، من 400 درهم الفوق الا باغي، الا بغيتي النتيجه. اما داك لي بارفان او العطور ديال 50 درهم 60 درهم 70 درهم ما كننصحكمش بهم. كاين بعض الاشخاص كيشريو العطر ما كيكونش اوريجين، زعما ما كيكونش حقيقي، كيكون مزور مضروب ماشي ماركه، غير كتضيع الفلوس ديالك. من الاحسن داك الفلوس اللي كتشري بها واحد 30 درهم ولا 40 درهم ولا 50 درهم، داك العطر اللي كيدوم واحد المده ديال 5 دقائق غير، كتهبط للدروج ولا كتخرج من الباب كتمشي الرائحه ديالو، شد داك الفلوس خبيها، جمع عليها تزيد عليها واحد شويه وشري عطر من الدرجه الاولى واللي غادي يدوم لك. وكنتمنى من الاشخاص ينوعوا في العطر باش العطر يدوم لك تقريبا
هاد العطر هذا عندي واحد المدة اللي طويلة، كل مرة كنوع كذا، كل شاك جوغ كنمشي بواحد العطر على حسب المناسبات ديال العمل، ديال كيكون عندك واحد الاجتماع ولا كيكون عندك عدة أشياء، أو خارج أو غادي غير في المنزل ديالك، أو عندك واحد العشاء، عندك واحد العشاء تا هو كدير واحد العطر اللي كيكون في محله في المكان المناسب ديالو. هذا كيف ما قلت لكم، هذا البلغاري خطير لواحد الدرجة اللي ما تصوروش، واعر كنصح به الرجال استعملوا هذا. او شي فتاة بغات تهدي للصديق ديالها، شري لي هذا وغادي يبقى يتفكرك الى الابد. الشكل ديالو بعد الشكل ديالو زوين، كيف ما كتشوفوا الشكل ديالو زوين، عنده واحد الشكل اللي زوين نقي ومحترم، عاد الجودة اللي كاينة فيه الداخل ما تصوروش. ندوزو للكلاسمو الرقم واحد، اغوا دي جيو بروفومو، شي حاجة اللي واعرة بزاف، جادور، انا كنحماق عليها. هذا بالنسبة لي انا كلاسيتو الرقم واحد، كلكم غادي تقولوا لي علاش، واخا هكاك قديم خرج في 2015 ما كيهمش العطر واش يكون عنده مدة قديمة زعما عنده أقدمية في السوق، هذا ما تيهمش، المهم هو الجودة. أنا هذا ما نكذبش عليكم كنديرو على بعد 3 أو 4 ديال المترو، كنثير الانتباه ديال الأشخاص اللي من حولي. هذا ممكن ديرو في الصيف، في الربيع، في الشتاء، في الخريف، ولكن النصيحة اللي غادي نقدم لكم هي ديرو في البلاصة اللي قريب منها البحر، كيعطي واحد الريحة اللي ما غاديش يتقبلها العقل. هذا بإمكانك تخليه غير للمناسبات الخاصة، الويكند، نهاية آخر الأسبوع، عندك شي عشاء تا هو مع الأصدقاء، بإمكانك تستعمله في المكان الضيق، في الشغل ديالك، في الإدارة، حيت الثمن ديالو تا هو ما غاليش بزاف، تقريبا ديال 75 مليلتر كتباع بواحد 51 أورو. المفعول ديالو خطير، أول مرة درتو أنا، كل شيء في الخدمة ديالي درتو أول مرة جربتو، كل شيء بدأت يقلب على هاد الريحة منين جاية، درتها أنا بالعاني إكسبري، درتها أنا بالعاني، درتو في الخدمة ديالي بواحد جوج دقايق ومشيت ساليت بحال ما هاك، دزت بحال ما هاك. تخيلوا معايا كاع الدراري والبنات اللي كاينين تما، كل شيء بقى كيقلب على واحد الريحة. وصلت انا لقنت البلاصه ديالي، كلشي تر الانتباه ديالو، انا بقيت كنضحك بوحديتي، يعرفوني انا اللي كندير بعض المرات الريحه، جاو عندي قالوا لي شنو سميت هاد الريحه، بنات وولاد، جاو بنات كيقولوا لي هاد الريحه شنو سميتها، بغينا نعطيوها كادو للاصدقاء ديالهم. قلت لهم السميه ديالها، في الاول عذبتهم، بغيت نقول لهم الاسم ديال البارفان، ولكن من بعد صارحتهم وقلت لهم شنو سميتو. في الحقيقة فين ما تيخرج شي بارفان تيعجبني نجربو، كاينين دي بارفان غاليين في الثمن، المرة الجاية إن شاء الله غادي نجيبهم لكم، وكاينين دي بارفان الثمن ديالهم اللي رخيص شوية تا هما غادي نجيبهم لكم، باش كلشي يستافد، كل إنسان يمشي على حسب القدرة الشرائية ديالو. واللي بغاني نهضر لي على شي بارفان خلي ليا في الكومنت لتحت، واللي عجبو الفيديو ما ينساش تا هو يدير لنا واحد لايك ويشارك في القناة. إلى فيديو آخر إن شاء الله، ومع السلامة، باي باي لكم.